حلت رجل بطاطس المواد النفايات الكهرباء والماء نظرا حيث الاخوان خاروا لبعض النقاط في الكهرباء مزيانين. دابا غنشوف نفس السياق اللي هو ديال النفايات. بالنسبه للنفايات حضرنا في بعد في مؤتمر اجتماعات اللي تقاموا في جامعه الدراري بصفتي عضو في جمعيه اخرى اللي كاينه في تجمع المكتب. في ذاك الاجتماع اللي دار تما ذاك النهار الاخوان اللي كاينين معنا في الاجتماع اللي كاين في الجامعه قالوا لينا بلي غيكون واحد اللقاء تواصلي ما بين جمعيات كاملين باش نعرفوا المنطقه اللي او الدوار اللي يمكن لي يقضى هاد الشاحنه هادي. في تجمع بوبكر حنا عندنا جمعيه كتدبر هاد المساله هادي كتدبر هاد الشان اللي هي جمعية تفاوي الأعمال الاجتماعية. إلا جينا نتكلمو على النفايات في تجمع بوبكر حنا راه محتاجين للصدقة ماشي كنطلبو على ربي. هادي أمور اللي جاية لقدام جاي الكاميو اليوم ولا ما جايش ماشي مشكل. المهم هو تكون شي حاجة اللي معقولة وإلا غدير شي حاجة تكون شوية بالعقل. بغينا نعرفو اليوم شنو هو المضمون ديال اللقاء شنو هو المضمون ديالو باش نتكلموا على النفايات. واش الجمعيات اللي حضروا معنا ذاك النهار واش حتى هما غيدار معاهم لقاء تواصل كيف ما دار مع هذه الجمعيه هذه. وتجمع بوبكر راه ماشي فيها جمعيه وحده فيها جمعيه الصدقه وفيها جمعيه تيفوين وكاينه جمعيه اخرى ربما ثلاثه جمعيات او اربعه جمعيات. كان علينا يكون لقاء تواصلي مع الجمعيات كلهم نتجمعوا كاملين وديك الساعات تاخذوا الراي ديال الساكنه تجمع بوبكر بصفة عامة أو ممكن المجتمع المدني في دوار تجمع بوبكر كاملين. النفايات حنا كنخويوها مثلا غير في واحد البلاصة هنايا كنشكلو مشكل على تدوار وعلى ريوسنا. هاد تلت أيام ولا أربع أيام اللي سخنات في هاد الشهر هذا اللي فات حتى حنا تعذبنا منها نظرا حيت الريح مبقاش كيمشي للتدوار. الجو سخن ولا كيرجع لنا حنايا. هذا بعدا واحد المساله اللي كتعطينا فونتاج اللي تيجي من بوكر باش تاخذ هاد الشاحنه هادي باش ما نبقوش نضرو دوك الناس. وربما كاينين جهات وجمعيات اللي مستعده باش تعاون مع الجماعه حتى في الماديات. بامكاننا بلا ما نمشيو لعباد الله نقول لهم اعطيو 10 دراهم ولا 100 ريال ولا كاينه مؤسسه اللي كاينه في دار بوبكر اللي يمكن لها تعاون فهاد المسألة هادي باش ناخدو حنايا ديك الشاحنة. حنا مازال ما دخلناش في ذاك المشكل واش الشاحنة غتدخل معايا هاد السنقة ولا ما غاديش تدخل معايا هادي. ما عندناش إشكال مادام مول الكروسة كيخدم في تيكمان بوكر كاملة بإمكان الشاحنة تمر بنفس الأزقة نظرا حيت ماشي شي شاحنة كبيرة. بصراحة بغينا المضمون ديال اللقاء من عندكم انتوما كممثلين الجامعة عندنا حنايا. واش جيتو تقولوا لينا بلي هاد الشاحنة ديالكم بلي تعطات لدار بوكر بعدا أولا مازال عليها نقاش؟ أشنو مطلوب منا حنا أشنو هو اللي مطلوب منا حنا كساكنة ديال تجمع بوكر؟ أشنو كطلبوا منا حنا؟ أشنو هو المطلوب؟ أشنو خاصنا نديرو؟ واش الشاحنة جاية غدا مثلا صافي خاصنا حنا مشينا كنهضرو على وكاين تناقض. بعض المرات كتقولوا بلي راه بامكان الجامعه تخلص دوك الناس راه داخلين في الانعاش الوطني وكنتكلموا واش على شكون اللي غيخلص البنزين وغنتكلموا على واش هاد الجامعه هادي التاريخ هذا كامل. انا عندي 30 سنه ديما جامعه الدراري في الشكا. الرئيس الجامعه اللي جا ولا الاعضاء اللي جاو كيتشكاو ما عندناش حنا غادي نهار بالريزيرف. واش هاد الجامعه الدراري بوحدها اللي في المغرب كتمشى بالريزيرف ولا ما عندهاش الامكانيات الماديه؟ فين هو المجلس الاقليمي او الجهات الاخرى كلها اللي عندهم علاقه مع هذا الجامعه هذه؟ في عمري 30 عام ديما كنسمع غير البكا والشكا. ما عندناش ما درناش ما فعلناش ما فين كاين المشكل الله اعلم. هذا غير في مشكل ديال النفايات. ما الا مشينا للكهرباء حد حاله كاينين الناس هنا راه 80 عام وهما في تجمين بوبكر واليوم ما خداوش الضوء. 80 عام و100 عام ويزيدو طلع لفوق. خليك على اللي واحد اللي جاي دابا وبنى جوج بريكات وقال لك راه عنده الرخصه رغم ان البال ماشي صحيح
بلان ماشي بلان اللي كاين في الجهات الاخرى في المغرب غير معترف به، ماشي شي وثيقه رسميه بهذا المفهوم هذا. وما عرفناش كيفاش توزعت السلطات، يعني كاين عده متداخلين. الى باغي الضو خاصك تمشي عند الشيخ، كاين الشيخ وكاين ممثلين ديال الجامعه وكاين شحال من هيئه هنايا. عباد الله كتمشي قلت لك راه في عمرها ساكنه هنايا في ديك ميربو 80 عام ولا 90 عام، مازال عباد الله ما عندهاش الضو. والدوله المغربيه كتفتخر قالت لك راه وصلنا في توزيع الشبكه الكهربائيه في المغرب ل 98% او ل 99%. بحال احنا ما داخلينش في هذه الخريطه هذه، ما كاينينش ربنا. اشنو هما الاجوبه اللي غتعطيو لعباد الله؟ راه خمس سنين تمشي وتجي. حنا الشعار ديالنا هو المجالس مشات وجات، الحاله هي حنا قتلتو نهار بالشعارات، والضحيه شكون هما؟ هما الساكنه. حنا راه ملينا، ما بقيناش كاع كنفكروا في ذوك الصناديق الاقتراع بعدا نوصلوهم. هادي باينه بلا ما نمشيو نقولوا بلي راه انا راه ما عنديش الالتماء السياسي او لا راه ما عنديش مع شي حزب. اسيدي غاتحزبوا غاتلونوا ديروا اللي بغيتوا. انا بعدا واحد من الساكنه ديال تيك مين بفكر الله اسيدي الا مليت من داك الشيء، حيت واحد خمسة المرات ولا ستة المرات دخلت لذاك الصندوق ما شت منه حتى معنى. بالاخص الدراري كاع عيانه من جميع الجوانب. الى جينا نتكلموا على الماء فهو نفس الشيء، راه كاينه هيئه اولا كاينه جمعيه مؤسسه اللي كتدبر هذا الشان هذا في دوار تيك مين بوكر، وما حضرتش معنا الجمعيات الاخرى، ما حضروش معنا وما حضرش معنا ممثل الساكنه ديالنا حنا. فينا هو سي جمال عبد اللي صوتنا عليه حنا كساكنه تيك مين بوكر؟ ما حضرش معنا اليوم. علاش؟ ربما ما كاينش تنسيق معاه وما كاينش ما بات لينا حتى شي حاجه. هادشي كامل اللي كيتقال الشاحنه شحال من حاجه ما منه حتى حاجه. بغينا شي حاجه تكون ملموسه وبغينا الوضوح. الا قلنا الوضوح واش هاد الشاحنه بعدا دخلت لينا حنايا شديناها كاينه عندنا حنايا؟ ما راه مازال الشاحنه راه حضرنا في الاجتماعات مع هاد الناس هادو، راه مازال كاين صراع عباد الله. ماشي صراع، كاين نقاش بين الجمعيات، كل جمعيه بغات تاخذ. غير ما بغيناش شي جمعيات نفرجو تقول لك بلي راه كاينه شاحنه، راه ما كاين لا شاحنه لا والو. انتو نحتاج ركني الصدقه غادي ديك ميل بكره الزهر وغادي نصصها غير تسمونا الزبل القايد راه حنا غادي تخوم غادي نقول غادي ناكل انا غادي نتلا داك انا خويا التعبير يا غور الزهر ما نتخلاش الزبل خوض الرومبا تا وي زرين من السكر ديال راسي التراكسي اختي الشامي غدا على المدى السكر مدى هي غلقني غير كل مره هنا وقال لنا المشكله لقينا شي حاجه كنا نسكر كوزي خاصه بعض المرات نستخدم شويه جاي ونحد لي تشكل بين ما كنا يسرويش. ما يجيش شي واحد يبقى يضحك علينا حنايا الا ما قادرينش على الزبل يا هزو هو هذاك ما هزيتوش شنو في واحد في ديك الرومبا ما غاديش كاع يجمعوا داك السيد كاع فين خاسرين شنو خاسرين حنايا لا ضو تيك مين بوبكر شي بهدا ولا مصغره تيك مين بوبكر تكازو ديال الدوله مزين يستفهمنا كاع الدوله الدوله حتى اللي طاف الدرابو المغرب دار الدرابو اصبار دار بوبكر شي بهدا ولا مصغره بنينا الجامع عباد الله المدرسه عباد الله طريق عباد الله كل شيء كيدار في تيكمين بكر داروا في عباد الله. اشنو عطاتنا هذه الجامعه؟ يلا اعطيني حاجه وحده او انت اللي قلتي اشنو عطاو الساكنه للجامعه؟ اشنو عطاتنا حنا الجامعه؟ اعطيني حاجه وحده. بو وحده اللي دخل على المغرب عندنا في تيكمين بكر في 1997 وخلصناه ب 84000 وراه التجربه دابا راه كاين تبقوا متبقى مع المغرب بداو كيتبقوا على المغرب راه ما عمر شي جامعه في المغرب تخرجوا الناس ديالها يخلصوا البوطو ديال الضو الا جماعه الدرارقه يلا بداو دابا كيتبقاو في المغرب حيت خرجت لهم حيت اكادير كامل صبح غير بؤره للتجارب اللي ما اللي عندهم شي تجربه ما صالحاش لهم يجيبوها الاكادير يجربوها نشحات لهم يتبقاو على المغاربه ما نشحاتش لهم يديوها لبلاصه اخرى. الصراحه هي هادي ما عطاتنا لا الجماعه لا والو. دابا عندنا الاشغال في المدرسه دابا اجي هكا شوف غتخليني حتى نكمل وخذ راحتك ارفعها اخويا ادي وانا شوف هادشي شوف انا كنتحمل مسؤوليتي شوف الاسم ديالي الناس الاخوان راه كيسجلوا كيصوروا انا راه كنتحمل المسؤوليه ديالي ماشي انتوما اللي كتكلموا كيتكلم واحد السيد سميتو الحسن بودرهم من الساكنه في دوار تيكمين بوم كرفين عندك انت المشكل
ما عندكش المشكله استاذ، انا كنقول الحقيقه، كنقول لك في عمري 30 عام في تيكمين ابو بكر، دوله براسها ماشي غير الجامعه، ما عطاتني والو، عطاتني شي حاجه عايبات واحد خلى عليكم بالله، حتى ساكنه تيكمين ابو بكر واش خدينا شي حاجه من طرف الدوله؟ راه ماشي بوحدي يا استاذ، مشينا عند الرئيسه الجامعات هاد الايام هادي، عندنا مدرسه بغينا نديروا ليها الطف هاد الايامات، والطرز زاد ليها ميزانيه من طرف الجمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه، ما نقدرش نقول لكم الميزانيه حتى ان شاء الله يتنجز المشروع. هاد الشيء كنقول لكم باش تعرفوا بلي هاديك راه جاي الماء جاي الرمسه، الرمسه مالي فكر الرمسه 1996 كنت ديسور مول نميت نخزين تا سوا كلا وكنت كي زمان، كنت نواعد حتى لو كنت نسرع راه نجلس نص ساعه المتروات. كل شيء غير ليلة غدي كمين بو بكر، سكرنت ميتني ويانسن، يسرى ديما عقل ميتنا المعقول تبارك الله، لا نتني لا ويا ضيضني، ولا تريد نحكين لا الصندوق قال ولا كل غالي ودار رغم سيس نسكر مع هنا علاش نخافو ودارو الا ما فاتيك صادم صاحب الجلاله شو هي نسينا ومن لا دار رغم المشكل غير الاداره ما معنى الاداره واحد تقني واحد مسؤول في الجامعه واحد في القياده امغار كله هيا واش عيب الله راه شفت مغدوه رفت عاد ثلاثه مغارات هي في الرخصه يسيك على هذا المعقول واش عيب الله اتكمل بكره تكاد غويت فتوك الامور ودار تكره الحاج غصاد غصاد عباد الله يتكمل بكر في كان كامل الجامعه ما غاتسكر الكوليج ورزان حتى سكر الادماج البلان ورزان حتى سكوني البلان دارنا ازياد من 600 واد الدري 300 3 مليون و 140 الف ريال تخلص لي تكمل بكر الشاني كان ابزا غصا وتنحت الجا ما 90 درهم اللي تاوي ابزا ورزان حتى لقيتو ناس سي 5 ملي حتى سي 5 دواني ما زال كوليج ما زال مدرسه من غسل لي استاذ مجموعه مدارس زوار تيكمين بوكر ما عمر تسال فيها شي حاجه ثلاثه الاقسام اللي تزادوا فيها درناهم حنا ساكنه تيكمين بوكر في مسكيدان بنات نكني اغارس سكرت نكني كل شيء نسو ما عطانا والو ما عطانا والو اسمحوا لي انا هادشي اللي خاصني نقولو ما وديروا في بالكم حنا داكشي ديال الانتخابات وداكشي ما بقاش واكل ما عندنا ما نديرو بشي صندوق كاين معقوله حنا معاكم ما كان والو السلام عليكم ورحمه الله. لا لا السلطه المحليه ويكاشوا معاك الناس ديال الوكاله الحضاريه ويكاشوا معاك التقنيين ديال الولايه عاد كتعتبر رخصه غير انا غير اسمع ليا انا غير اسمع ليا هو بلا ما تخرجني لانه ماشي تخصص ديالي هذاك واش منطقي واحد عيب الله 80 عام هو في الدوار يجي عندك يقول لك اعطيني رخصه اقسم بالله الا كاينين الناس عن الرخص 1998 عيب الله وما تعطاتش ما تعطاش ليهم الضوء ودابا راه قلت لك 80 عام الناس عندهم الدراري الصغار كيقراو في المؤسسه ما عندهاش الضوء عباد الله السيده كتبكي نجيبها لك دابا لقدام اش من حق هذا اش من القانون شكون اللي نزل علينا هذا القانون هذا يحيدو ما خدامش لينا وعلاش الدوله كتقول لك الناس عندهم في المغرب 98% عندهم الضوء وديك من ممكن ما كايناش التغطيه حتى ديال 40% على من كيكتبوا واخا واخا دابا القوانين فاش عندهم مشكل سي لك سمع لينا سمع لينا حتى هنا معاك وحنا تهضر معانا ونهضر معاك قلنا لك ديك الساعه في المداخله الاولى ديال السي المولوع باللي راه كاين برنامج راه خدامين دابا المقاول هاك تيالمو راه خدام عندكم لا الان خدام عندكم ياك وكاينه برامج اخرين ان شاء الله بحول الله الامور غاديه بخير وعلى خير نتفائلوا خيرا ان شاء الله غادي نتفائلوا خير في هذه البلاد ياك لانه مجموعه ديال العوامل ومجموعه ديال الحوايج لانه راه ما كايناش عصا موسى السحريه في الجماعه اللي غادي تدير بق لهاد 216 كيلومتر مربع وغادي تردا كلشي بالضو وكلشي بالماء وكلشي بالتبليط وكلشي بالسبيطارات ونضربوا الرش ونقولوا كلشي العام زوين بالنسبه للشاحنه كما قلت يا استاذ بالنسبه للشاحنه سي الاخوان اللي كانوا شرفوا على ذاك اللقاء التشاوري مع الجمعيات كان الهدف ديالهم هما انهم يتشاوروا مع جميع الجمعيات باش يخرجوا بنتيجه دابا داروا برنامج هو انه غادي يدار لقاءات في تيكمين بوفكر في تدوار في تماعيد بمعنى انهم غادي يستمعوا للجمعيه ديال تيكمين بوفكر وغادي يستمعوا للجمعيه ديال تدوار وغادي يستمعوا للجمعيه ديال تماعيد في الاخير غادي يخرجوا بخلاصه طرق ديال تدبير هذاك المرفق واش من دوار غادي يشمل باش ما نبقاوش نعطوا دي فو ميساج دي فو ميساج ما عندنا انا غنقول لكم واحد الخطره باش الهضره خلاصه كل شيء اي واحد فيكم كما يكون نوعه يكون مواطن لانه حق الحق الاول في الميثاق ديال الامم المتحده هو الحق ديال المعلومه حقي في المعلومه اكثر من حقي في الحياه اجوا للجامعه ديالكم وسولوا على اي حاجه بغيتوا تعرفوها اي حاجه بغيتوا تعرفوها دي ا ا زد ما عندناش شي حاجه كنخبوها ما كايناش شي حاجه كنخبوها وكنقولها علانيه
وغادي يجوزوا الايام وغادي يجوزوا السنين وغادي تقولوا ترى كانوا عندنا فلان وفلان وفلان وها اللي قالوا شي حاجه قدرنا عليها الله راه غنديروها ياك شي حاجه ما قدرنا عليها الله لا اله الا الله الميزانيه ديال الجامعه 22 مليار ياك 22 مليون ديال الدرهم واش فهمتيني 22 مليون ديال الدرهم ها 22 مليون ديال الدرهم كتمشي منها المستحقات ديال الموظفين كنخلصوا منها المستحقات الموظفين كنخلصوا منها الخدمه ديال نعز زيد عليها الكاربيرون زيد عليها ترونسبور زيد عليها لا فورنيتور ديال بيرو زيد عليها بزاف كتبقى لك شويه ديال الفلوس كدير بهم مشاريع استثماريه ملي كنفكروا ملي كنفكروا كنقولوا كيفاش هذه الجامعه كتدبر مجموعه المرافق راه اجتهادات ديال ناس اخرين كاينين الناس اللي كيجروا بالليل وبالنهار وحنا ما جايبينش اليوم الخبر لانه واحد الانسان جالس مديا غير في المشاكل الشخصيه ديالو ماشي بحال واحد كيدبر الشان المحلي حنا قبل ما ندخلوا للمجلس كنا رؤساء ديال الجمعيات وكيجلسوا هذوك الاعضاء ما كيديروا والو وهذوك الموظفين الجامعه ما كيديروا والو ولكن ملي كتجي كتلقى 80,000 ديال النسمه تقريبا عندنا في الجامعه ديال الدرارقه وفيها 54 موظف راه شي حاجه كتضر في الخاطر كتجي كتلقى جامعه قرويه والحاجيات ديال المواطنين الحاجيات ديالهم ديال الحضاريه كاين اللي كيقول لك بغيت التبليط راه شي حاجه كتضر في الخاطر شي حاجه كبيره على كتجي كتلقى عندك واحد 6000 ما بين 6000 حتى 7000 سكن من 6000 حتى 7000 دار تبنات في الفتره ديال 2011 تبنات بوضعيه غير قانونيه هذوك الناس نوض طريب لهم تهجرهم بناو ولاو عندك حاله اجتماعيه هذيك الحاله الاجتماعيه خصك تلقى ليها حل هذا الحل اللي خصك تلقى ليها خصها الماء والضوء انت ضمنتي ليه الاستقرار ملي كتكمل الماء والضوء خصو واد الحر انت ضمنتي ليه الاستقرار درتي ليه الماء والضوء واد الحر كتجي حاجه اخرى خصك الطريق خصك المدرسه خصك الكوليج لان البرامج ديال الدوله وزاره التربيه والوطنيه كدير واحد البرنامج كتقول اودي تكادير من لهنا تكمل بوكر من لهنا ل 2021 خصني نزيد فيها كوليج نظرا لانه ها النسبه اللي غادي يوصل عدد السكان من يطرى هذاك الانفجار المعماري من تبناو اكبر عدد ديال الديور في 2011 داز دوك الاحصائيات اللي كانوا بروغراميين داز دوك البرامج اللي كانت مسطره الدوله ما بقاوش غير كنهضروا هكاك ما بقاوش غير كنهضروا بحال كنت انت دير واحد الطاجين عرض على ستة الناس وجاو عندك 100 هذاك الطاجين ما بقاش كفا واش الخطا منك انت ماشي خطا منك لانك انت طيبتي على حساب 6 الناس وجاوك 100 بحال هكاك كنت معول في تكمين بوكر غادي تكون عندك واحد اكس واحد النسبه ديال السكان تبناو منازل ولا عندك تحصيل وحاصيل هما ديرهم بنين مسكونين دبر لهم الماء والضوء ديالهم وقلب انت على البرامج كتمشي عند المكتب الوطني للكهرباء كيقول لك اودي انا عندي بروغرام ديالي تكمين بوكر على حساب الاحصائيات اللي عندي راه داك البوست كافيهم كتقول لي اودي لا راه بناو ناس وما عندي ما ندير لك كتمشي شنو كيبقى في هادشي كلشي في الواجهه كتبقى الجماعه والجماعه راه عندها شركاء وحدين اخرين ولكن هذوك الشركاء ما كيبانوش كيبقاو المنتخبين رئيسه المجلس الموظفين كياكلوا العصا والشركاء الاخرين ديالك لانهم مطرقين بك انت اللي في الواجهه نبقاو شي امور نبقاو ما نعرف نحلو التحليل لان كاين الحلال مبين والحرام مبين كاين شي حوايج اللي ما كيدخلوش للعقل وما خاب من استشار نسولو نقلبوا على المعلومه الحمد لله دابا راه كاينين شباب عندكم ولادكم كاع اللي انسان كيقول انا ما قريتش ولا هكا راه عنده ولادو والديش كيقول كاين الانترنت ندخل القانون الحريات العامه ندخل الميثاق الجامعي نعرفو من الانترنت نجي للجامعه من حقك توصل المعلومه من حقك توصل تجي للجامعه الحمد لله على مدار الاسبوع كاين المكاتب جميع محلوله جميع المكاتب لا ديال الرئيسه لا ديال جميع النواب لا ديال المستشارين لا ديال المنتخبين لا ديال الاداره كاينه واحد الديناميكيه فعاله وواحد القضيه اخرى هي اننا حنا هذه الدوله هذه البلاد ديالنا هذه البلاد ديالنا حنا شركاء فيها بغينا لها الرقي بغينا نزيدوا بها للقدام لان كنشوفوا سيدنا غادي بواحد الوتيره وخصنا حتى حنا نتبعوه ماشي نقولوا لا راه الجامعه خصها دير انا كمواطن خصني حتى انا ندير عاد جي الطور ديال الجماعه ماشي مشكل ندخلوا كشركاء انا ذاك النهار كنت في تطوان تطوان البلدي ديال تطوان تبارك الله كبيره ولا ربما يكون معكم شي ناس انا حاضرين فيها شوفوا الجماليه ديال المدينه ما عندناش في اكادير لان اولا الوعي كيدوز الخدامه ديال النظافه كيشطبوا ها هي اكادير كيدوزوا فيها الخدامه